بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء الموافق 12/1/2021. المحاضرة اللي فاتت انتهينا في الحديث عن الستمك، المعدة، وحكينا المعدة عبارة عن جي شيب، شكلها على حرف جي شيب، وفيها ماني سيلز وماني لايرز، وضحناهم كيف تركيب الستمك. الآن في ميزة مهمة في الستمك اللي هي فرز الجاستريك جوس، خلينا نحطها باللون الأحمر. الجاستريك جوس هو عبارة عن HCl، حامض قوي جدا، الـ pH له تقريبا 1، فمشان هيك إذا الواحد صار عنده مشاكل في حموضة المعدة، يعني بمعنى إنه الحموضة صار ارتجاع من المعدة من الستمك إلى الإيزوفيغس، إذا كان في توسع في السفنكتر، هذا سميناه إحنا lower esophageal sphincter، إذا صار في توسع في هذا السفنكتر ممكن يرجع الجاستريك أسيد إلى الإيزوفيغس، ومنه بشعر الإنسان في البيرنينج، هذا في الحرق اللي بستشعره، بكون الشعور غير مريح. ليش؟ لأنه المعدة فيها ميزة، فيها gastric glands. هاي gastric glands بتفرز عندي gastric acid اللي هو الـ pH في تقريبا 1. الهدف من gastric acid هو هضم البروتينات بشكل عام أو الدهون، بروتين فات. البروتينات حتى تنهضم بحاجة إلى gastric acid حتى يتحول هاي الكتلة من حكينا احنا هنا بولو، ولا اللي هي بولت حكينا عنها، اللي هي اللقمة. الآن هاي الكمية من الغذاء اللي بتأخذها في المعدة بحاجة إلى gastric acid. anyway، الآن نتعرف على الغدد أو الجاستريك جلانس اللي موجودة في المعدة. هيهم أفرجيك إياهم قبل ما نبدأ فيهم. خلينا ننتقل للسلايد اللي بعده وبعدين نرجع لهذا السلايد. شوفوا كيف هاي الغدد او الجلانز، الجاستريك جلانز اللي موجودة في المعدة بهذا الشكل. الان هاي الستمك، ستمك وول، هاي الميوكوزا في هاي الطبقة اللي هي تفرزها المعدة. anyway، انا بدي اتعرف على الجاستريك جلانز اللي موجودة في المعدة. الآن شوفوا في عندي شغلة اسمها بارايتال سيلز. لو أخذنا مقطع من المعدة، يعني لو أخذنا هذا المقطع، شوفوا كيف أخذنا سكشن من المعدة تعرفنا عليه، بتلاقي في بارايتال سيل. هاي البارايتال سيل فيها ميتوكوندريا، في عندي الطبقة اللي بعديها تشيف سيل، في عندي انتيرو اندوكراين سيلز. هاي كلها عبارة عن سيلز مختلفة جوا المعدة، تدخل في تركيب المعدة. هاي المعدة بشكل عام، هذا الجاستريك جلاند موجودة هنا، الجاستريك بايت، هاي كلها أطراف، هاي هذا السيرفس للمعدة. هاي كلها من هاي الخلايا يتم فرز الـ HCl وذهابه إلى المعدة. anyway، خلينا نرجع شو هم هذول البارايتال سيل، التشيف سيل، الاندوكراين سيلز اللي موجودة في المعدة وشو وظائفها. نرجع للسلايد اللي قبله. عندك الميوكس نيك سيل، في عندي خلايا تفرز الميوكس. هاي الخلايا موجودة في الدكت بورشن، يعني موجودة في داخل قنوات المعدة اللي فرجيناكم اياها قبل شوي. البارايتال سيل اللي تحدثنا عنها تدخل في الخلايا اللي بتشكل المعدة، هاي اسمها ميد بورشن، تكون في الوسط، هي اللي بتفرز البارايتال اس سي ال. فإذا سألتك من وين بتم فرز أو تصنيع الاس سي ال، بتم في البارايتال سيل. التشيف سيلز برضو خلايا تحتيها تدخل في تركيب المعدة. هاي التشيف سيلز وظيفتها إفراز البيبسونوجين. البيبسونوجين عبارة عن مولكيول بتحول إلى بيبسين، وهذا البيبسينوجين أو البيبسين مسؤول عن الدايجستين أوف البروتين، فاللي بهضم البروتين عندي في المعدة
اللي هو البيبسينوجين والبيبسين، ايضا يتم فرزهم من التشيف سيلز حكينا، هاي المعدة، فرضنا هاي المعدة، خلايا المعدة اللي داخلية هاي فرجيناكم اياها. هنا في عندي بارايتال، عندي تشيف، عندي ميوكس، ايضا في عندي انتيرو اندوكراين سيلز، هاي كلها خلايا موجودة في المعدة. طيب التشيف سيلز حكينا تصنع البيبسينوجين، بتحوله الى بيبسين حتى يهضم البروتين. الانتيروكراين سيلز وظيفتها بتفرز هرمونات في جدار المعدة مثل الجاسترين والهستامين. الآن الجاسترين والهستامين هذول كلهم مع بعضهم بشكله بيلعبوا دور في إفراز الأس سي ال. من وين بيجيني الأس سي ال يا جماعة؟ ناتج عن، خلينا نحكي هاي المعدة، هاي المعدة، الآن في كابيلاري جوا المعدة. الآن الأس سي ال من الكابيلاري بدخل اللي هو الكلور إلى المعدة مثلا، مقابله بطلع عندي خلينا نحكي ها الصوديوم. أيضا عملية التنفس، في عندي أنا في الجسم اللي هو CO2 ووتر. الآن في عملية التنفس أحيانا بظل عندي هيدروجين، هذا الهيدروجين ممكن يدخل إلى المعدة ويشكل الـ SCL. فاللي بيلعب دور في تكوين الـ SCL اللي هو البلازما موجودة فيه الكلور. أيضا البلازما بيحتوي على هيدروجين، الهيدروجين أيضا بيكون ناتج عن تصنيع الـ ATP، بيكون نواتج الهيدروجين. فمن هنا بتصنع الـ SCL. إذا حكينا الانتيرو اندوكراين سيلز هي بتفرز الهرمونات مثل الجاسترين، هيستامين، اندورفين، سيروتينين. السيروتونين مسؤول عن حركة المعدة، كل السيتوكينين راح نتحدث عنه، سوماتوستاتين which influence several digestive organ، هاي كلها بتلعب دور كبير في عمليات الهضم. أيضا في عندي في المعدة ما يسمى بالميوكوزال بارير، اللي هي خلينا نحكي حاجز اسمه ميوكوزال بارير، هسه بنشوفه protect the stomach from its own secretion. هذا الميوكوزال بارير اللي هو هنا، اللي بفرجيكم اياه اذا واضح بكون عندي ولا لا. في ميوكوزال بارير، نعم هذا الميوكوزا هنا، هاي الستومك وول، هاي اسمها ماسكولاريس ستيرنا الطبقة الأولى. بعدين الميوكوزا، الميوكوزا هاي طبقة مخاطية موجودة جوا المعدة، هاي الطبقة خلينا نحكي انه هنا ها المنطقة هاي سموها ميوكوزا. الآن إذا تم فرز الـ SCL، الـ SCL حامض قوي حتى ما يحرق جدران المعدة، بتم فرز ميوكوزا مخاط عبر الميوكوزا السم. فدائما هاي هذا جزء من المعدة اللي شايفينه كيف شكله تركيبه، هذا الداخلي، هاي الجلانز اللي حكينا عنها والسيلز. الطبقة اللي بعديها ميوكوزا، صب ميوكوزا، وطبعا المعدة فيها سموث موصل ماسكولاريس اكستيرن. الآن الأسئلة اللي يفرز في المعدة حتى يحميه بواسطة الميوكوزا، المخاط بحمي المعدة من حرق الأسئلة. طيب شو كمان كاتبين عندنا هنا؟ في عندي فيسكس ميوكس، هذا أيضا مخاط يفرز المعدة، كونتين بايكربونات. البايكربونات هنا وظيفته أنه بيعادل الحموضة، بايكربونات عبارة عن قاعدة يفرز حتى يعادل الحموضة وبمنع اللي هو حرقة المعدة. أيضا المعدة فيها تايت جنكشن بين خلاياها، تايت جنكشن اللي هي عملية الربط ما بين خلية وخلية حتى يتبادلوا محتوياتها من المينيرالز أو الووتر. الآن الإبيثيليال تيشو اللي موجودة في المعدة كل 3 إلى 6 أيام تتغير، هاي اللي هي الإبيثيليال تيشوز المقصود فيها بارايتال، تشيف، إندوكراين سيلز، هاي كلها إبيثيليال تيشو. ماسكولاريس أو ميوكوزال بارير، هاي كلها إبيثيليال تيشو، عملية تغييرها كل 3 إلى 6 أيام بتم إعادة تصنيع خلايا جديدة. أوكي. هذا بالنسبة للجاستريك جلاند اللي موجودة في الستمك. الآن الستمك مباشرة بيجي تحتيها، شرحنا الستمك احنا،
هاي الاستمك، أخذنا جزء منها. مباشرة بعد الاستمك بيجي عندي الأمعاء الدقيقة small intestine، وأنا في عندي سفنكتر ما بين، سفنكتر يعني صمام ما بين المعدة الاستمك والسمول انتستاين. السمول انتستاين عبارة عن 3 بارتس، هاي السمول انتستاين، هذول كلهم السمول انتستاين. أول إشي ديوتينم، جيجينم، إيليوم، هذول أجزاء المعدة. ببلش في ديودينم هيك بهذا الشكل، بعدين بيجي بعدي جوجينم، هذا واحد، هذا اثنين الجوجينم، والطبقة الثالثة أو اللفة الأخيرة بسموها إيليوم. الآن الديودينم هو المكان اللي بتم فيه، طبعا هنا بتم فرز بعض المواد في بعض الإنزيمات. في الديودينم في هاي المنطقة بداية بعد المعدة مباشرة بتم امتصاص الغذاء من المعدة أو من الأمعاء الدقيقة السمول انتستاين إلى البلد. هذا المكان الوحيد الغذاء اللي احنا بناخذه، او الووتر او الدواء اللي احنا بناخذه بعد ما يتم هضمه في المعدة بتم امتصاصه في الديودينم، اول جزء في السمول انتستاين وبيروح للبلد، ومن البلد بنتقل لكامل الجسم. هذا فيما يتعلق في السمول انتستاين. نيجي نتعرف على السمول انتستاين، خليني امحي هذا. انا حكينا السمول انتستاين تتكون من 3 بارتس، ديودينم، جيوجينم، ايليوم. الان السمول انتستاين طولها حوالي 6 متر in length، بتمتد من البايرلوريك سفنكتر اوف ذا ستومك اللي هو هذا. كان احنا هيك خلينا ارسم، كان هاي الستومك، وبعدين بيجي عندي سمول انتستاين. اول اشي فيها ديودينم، هون السفنكتر اللي بفصل ما بين الستومك والسمول انتستاين اسمه بايلوريك سفنكتر. هو عبارة عن فالف، ايضا نهاية المعدة، هذا اسمه إيليوم. الآن الإيليوم بعدين بيجي بتوصل مع اللارج انتستاين، اللارج انتستاين، السفنكتر اللي هنا اسمه إيليو ساكيسيال فالف، أو خل اسمها إيليو فالف، هي بتفصل ما بين الإيليوم والسيكم. السيكم اللي هو بداية اللارج انتستاين، سمول بعدين لارج. طيب the small intestine is compressed in the numerous folded، عبارة عن طبقة أو منطقة كلها folded ملتفة، of large portion of the abdominal activity، يعني إلها بتأخذ جزء كبير من التجويف البطني. الديودينام شكله على شكل حرف C shape بهذا الشكل. Section curve around the head of the pancreas. الآن هذا جزء ببين معنا من هنا انه السمول انتستاين، شايف في جزء منه في بنكرياس، هي هون بنكرياس مختفي، بدايته بشبك مع البنكرياس. اوكي نكمل. شو كمان عندي؟ the duodenum serve a mixing function، it is combines digestive secretion from the pancreas. الان البنكرياس فرضنا هذا البنكرياس بهذا الشكل، هذا البنكرياس، بنكرياس بفرز محتوياته في الديودينم في السمول انتستاين داخلها. الآن أيضا الليفر بفرز محتوياته في الليفر، هنا بفرز محتوياته أيضا في الديودينم حتى يهضم سواء البروتينات أو الفات أو الكربوهيدرات. الآن بعد الديودينم بيجي عند الجوجينم، شكله sharpened the duodenal jejunal flexor، يعني المقصود فيها انه يعني المنطقه اللي بتفصل الديودينم على الجيجينم، مش مشكله هي ما بدنا اياها. جيجينم where the majority of the digestion and absorption. الان المواد المتبقيه اللي ما تم هضمها في الديودينم وافرازها في البلد، باقي هاي المواد في الجيجينم ايضا بتم يعني هضمها بشكل كامل ونقلها الى الدم مره اخرى. واخر جزء عند الإيليوم،
الآن الأشياء اللي ما تم هضمها بتنتقل إلى الإيليوم، ومنه إلى السيكم اللي هو اللارج انتستاين. هذا فيما يتعلق في السمول انتستاين. اللي بعديها هذا السمول انتستاين، شو كاتبين أيضا؟ بيقول لك في السمول انتستاين الميجوريتي اوف ذا ديجستشن اند ابسوربشن اوف النيوتريانت، كل المواد الغذائية بتم امتصاصها من خلال سمول انتستاين. الآن السمول انتستاين أيضا بتلعب دور زي الاستمك في هضم فيها بريك داون الفود باي انزيمز اوف بنكرياس اند بايل. مثلا خلينا نحكي هنا البنكرياس، خلينا اشوف بالله، خلينا نعلم عليها. البنكرياس بيلعب دور كبير في افراز مثلا الانسولين او الجلايسين اللي هو بحطم الانسولين، بيفرز البيتا سيلز منه تفرز الانسولين، والالفا تفرز الجلوكاجون. جلوكاجون هو اللي بيحول اللي هو الجلايكوجين الى جلوكوز، اما الانسولين بحول الشوجر الى جلوكوز. anyway، المهم اللي بدي احكي البنكرياس البايل اللي بتم افرازها من الليفر عبر الجال بلادر، هاي كلها تدخل في هضم الغذاء في السمول انتستاين. هاي الجال بلادر، فرجيكم وين الجال بلادر، هيها هذا الليفر بصنع البايل. البايل مادة مالحة في إلها قناعة على مباشرة على السمول انتستاين، هاي بتفرز عندي اللي هي البايل، وظيفتها هضم الدهون. أوكي، الآن بتم فرز جوا المعدة أو السمول انتستاين البروتين الفات الكربوهيدرات، كل جميعها هاي المواد الغذائية بتم هضمها وامتصاصها في الأمعاء الدقيقة ونقلها إلى البلد ستريم. إيش كمان؟ The small intestine is made up of numerous permanent folded called plesia circularis. المقصود فيها plesia circularis إنه هاي الفولدد الالتفات الفولدد segment، يعني الالتفاف في الأمعاء الدقيقة. هاي الفولدد بتكون على شكل سيركل وأنابيب، بسموها بليسيا سيركولارس، تكون على شكل أنابيب فولدد. فالسيجمنت هاي أو الالتفافات هاي بسموها بليسيا سيركولارس. طيب أيضا في عندي شغلة مهمة في السمول انتستاين يا جماعة، خلينا اللي هو كيف طريقة انتقال الغذاء من السمول انتستاين مثلا اللي ديدينم حكينا إلى الدم بهذا الشكل، أرجيكم إياها. الآن تتميز، لين أرسمها، أحاول أرسمها، السمول انتستاين بهذا الشكل، هاي السمول انتستاين محيط فيها مباشرة الدم الكابيلاري، خلينا نحكي بهذا الشكل. السمول انتستاين من الداخل هنا فيها مايكروفيلاي، عبارة عن أهداب. المايكروفيلاي هاي تلعب دور كبير في امتصاص المواد الغذائية، فالغذاء اللي موجود هنا تم هضمه في المعدة عبر المايكروفيلاي بنتقل إلى الدم. مين اللي بنتقل إلى الدم؟ عندي الكربوهيدرات والبروتين، بينما الفات الدهون ممنوع تفوت على الدم. إذا فاتت على الكابيلاري تعمل غلق فيها، تعمل أرثروسكليروسز. فالمايكروفيلاي اللي موجودة في الديودينم هي اللي بتعمل على امتصاص الغذاء ونقله إلى الدم، سواء كان كربوهيدرات أو بروتين. أما الفات لا، الفات يا جماعة بتم نقله في الكابيلاري اللي حوالين الأوعية الدموية، بسموها لمفاتيك كابيلاري، لمفاتيك كابيلاري. الفات دغري بفوت على اللمفاتيك كابيلاري ومنه بعدين منتقل إلى الدم.
هاي مهم جدا نعرف أن الدهون ما بتدخل مباشرة في الدم، لا تدخل إلى الليمفاتيك كابيلري بعدين إلى الدم، اللي بيدخل مباشرة إلى الدم الووتر البروتين طبعا البروتين هنا أنا بقصد الأمينو أسيد تحولت لأمينو أسيد البروتين، الكربوهيدرات تحولت لجلوكوز ودخلت جوا الدم. الخلايا هاي اللي حكينا عنها مايكروفيلاي بسموها لاكتيل سيل، لاكتيل سيلز هي اللي مسؤولة عن فيها حواليها مايكروفيلاي، بصير هنا عندي ابزوربشن للووتر كربوهيدرات ايون جلوكوز ونقله الى الدم. فرجيكم اياها كيف بالرسمة، هيها وانا حكينا كيف البنكرياس له قنوات تدخل على المعدة، كذلك البايل والليفر كذلك لهم دكتس، هاي الدكتس تدخل مباشرة في السمول انتستاين اللي هي منطقة الديودينوم في هاي المنطقة. أفرجيكم كيف هاي اللاكتيل سيلز، هاي المعدة حواليها الكابيلاري، وهذا اللي باللون الأخضر اللي سمينا الليمفاتيك فيزلز. الآن هاي اللي حوالين الآرتي أو الكابيلاري والفين هذا بسموها اللي هي المايكروفيلاي، شوف كيف شكلها مايكروفيلاي أهداب من خلالها تنتقل عبر اللاكتيل سيلز ومنها إلى الدم. فهاي الطريقة بنتقل الغذاء أو الكايم، الكايم هنا بسموه اللقمة أو المواد المهضومة اللي تم هضمها في الأمعاء بسموها كايم. هاي الكايم تنتقل إلى المايكروفيلاي في الديودينام، ومن المايكروفيلاي بتفوت على الكابيلاري أو بتفوت إذا كانت دهون على الليمفاتيك كابيلاري. واضح يا جماعة كيف بتم عملية هضم الدهون أو بتم عملية امتصاص الغذاء سواء كان دهون بروتين جلوكوز في الأمعاء الدقيقة سمول انتستاين. نوقف لهون اللي عند اللارج انتستاين. في حد عنده سؤال؟ الآن يا جماعة بتمنى منكم كل المعلومات اللي حكيتها حطوها نوت، حتى لأنه أغلب الأسئلة راح تكون عليها، فحاولوا ترجموا الكلام اللي حكيته على شكل نوت حتى إذا إجا ضع دائرة جاوبوا عليها. واضح يا جماعة؟ واضح دكتور. واضح دكتور. واضح دكتور. إن شاء الله نكمل على اللارج انتستاين. واضح دكتور. آخر نقطة شو حكيت لأنه قطع عندي الصوت بس بعد إذنك؟ وين في الشرح ولا في الكلام؟ لا تبع الاختيارات اشي زي نعم. الآن كل اللي حكيته الآن هذا اللي شرحته حاولوا أنه ترجموه على شكل أسئلة نقاط، حتى إذا جاء سؤال عليها مثلا تقدر تجاوب عليه. لو مثلا كل الكلام اللي حكيته ترجمه على ورقة على شكل أسئلة حتى إذا جاء سؤال جاوب عليه. الشرح تبعي تمام دكتور، الله يعطيك العافية. الفاينل تحدد متى؟ لا والله لسه ما إجاكم، المفروض يجيكم. إجاكم إشي؟ ما إجانا أنا لحد الآن. وين؟ لا والله دكتور قاعدين ننتظر الخبر منك. إن شاء الله إذا إجاني إشي بودي لكم إياه، لحد الآن ما وصلني إشي. تمام الله يعطيك العافية رب. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. المرة الجاي كمل اللارج انتستاين أظن، يعني ما ظلش تضل شوية شغلات بعديها مباشرة بدي أعطي الريسبيراتوري سيستم. أنا ويا جماعة يعطيكم العافية، السلام عليكم.